ولنقاش ملف انتهاكات القوات الحكومية المستمرة في السجون ينضم إلينا عبر الهاتف مساعد الأمين العام في هيئة علماء المسلمين للشؤون العامة دكتور يحيى الطائي. أهلا بكم دكتور. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. بعد الإعلان عن وفاة وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد في سجن الناصرية المركزي، كيف يمكن قراءة وفاة شخصية كشخصية سلطان هاشم أحمد داخل أسوار السجن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من خلال استعراض ما يحصل في هذه السجون وعلى وجه الخصوص سجن الحوت، يعني لأي مراقب يعرف بأن هناك منهجا إجراميا في التعامل اللا إنساني واللا أخلاقي واللا قانوني مع المعتقلين. فارتفاع أعداد الضحايا الذين توفوا في هذه السجون يعني خير دليل على ذلك. يعني في آخر إحصاء لأقسام حقوق الإنسان، كل 3 أيام يعني يقتل شخص في هذه السجون، أما تعذيبا يعني بشكل مباشر أو بتسبب، بمعنى منع الرعاية الصحية عنه ومنع الدواء ومنع العلاج وكل هذه الأمور، وآخرها مثل ما تعرفون حضرتكم هو وزير الدفاع. هنا لابد من ملاحظة مهمة جدا، أن هؤلاء المعتقلين في الغالب أنه بتهم كيدية، اتهموا بتهم كيدية بواسطة المخبر السري، والقسم الآخر عبر اعتقالات تعسفية وعبر يعني أمور أخرى يعني لا ليست قانونية، يعني بدون تحقيق. إلى الآن الكثير منهم معتقل هو بلا تحقيق. نعم. المشكلة أنه سلسلة إخلاء العراق من الكفاءات على كل المستويات، سواء من 2003 إلى الآن، طبقة الأطباء، طبقة المهندسين، العلماء، الطيارين و إلى آخره، ومنهم من الآن القادة العسكريين، هؤلاء هم ثروة للبلد. هؤلاء بنوا خبراتهم بأموال العراق، والعراق صرف عليهم حتى يكونوا بهذا المستوى، وهؤلاء قادة مهنيون، يعني بمعنى تربوا على عقيدة عسكرية قتالية عراقية لها هدفين: الهدف الأول حماية البلد، والهدف الثاني حماية المواطن العراقي. هؤلاء لا يريدون هكذا جيشا مهنيا عقائديا يحمي العراق ويحمي العراقيين. فبالتالي عملية إخلاء من الجيش من هؤلاء ووضعهم في السجون هو جزء من عملية تدمير هذه المؤسسة، لأنه لا يريدون مؤسسة رصينة، وأتوا بكل ضباط الدمج وغيرهم وغيرهم. دكتور، ولو أخذنا تفضل ولو أخذنا مثالا بسيطا في هذا المقام حتى نعرف السلوك المهني للجيش العراقي الحقيقي والسلوك المهني للجيش الآن الموجود. يعني على سبيل المثال، أنا لو أخذت افتراض مسألة المحمرة، تحرير المحمرة وما قالوا عن تحرير الموصل. في المحمرة لم تقصف المحمرة يعني بالصواريخ، لم تهدم البيوت على أهلها. لماذا؟ لأن عقيدة الجيش هي الدفاع عن المدن وليس هدم المدن على رؤوس أهلها، كما حصل في الموصل. في الموصل هدمت البيوت على رؤوس أهلها. نعم دكتور، نتحدث أيضا عن دور القضاء في ترويج أو إن صح القول شرعنة هذه الانتهاكات ضد المعتقلين في السجون الحكومية وحرمانهم حتى من أبسط حقوقهم كالمحاكمة العادلة، كيف يمكن تفسير ذلك؟ يعني لا تعفى جهة من المسؤولية، سواء القانونية أو الأخلاقية أو الشرعية. يعني كل المنظمات الدولية كانت تشير على أن النظام القضائي لا يوفر لأي واحد من المتهمين محاكمة عادلة، فبالتالي أكثر المحاكمات مسيسة، وهذا مثبت بتقارير دولية كثيرة. ثم الكثير منهم حتى من أطلق سراحه القضاء، السلطات التنفيذية لم تطلق سراحه، بل قسم منهم أطلق سراحه وتفاجأ يعني أهل هؤلاء الذين اعتقلوا بأنه تم إعدامهم برغم أنه صدور أمر بإخلاء سبيلهم لعدم وجود أي تهمة حولهم.
فبالتالي الجهات كلها متواطئه في هذا الملف، في ملف انتهاكات حقوق الانسان للمعتقلين جميعا بلا استثناء، وهذا واضح جدا في كل المراكز وفي كل السجون. بمعنى ذلك هناك تعذيبا ممنهجا، بمعنى ذلك هناك سلسله من الاجراءات هي عمليه الفتك بهؤلاء المعتقلين، والا ماذا نسمي حجز الكثير منهم برغم عدم وجود اي تهمه حقيقيه، برغم قسم منهم الى الان لم يحقق معهم بعد مرور عشرات السنين. دكتور، ما مصلحة الحكومة والأحزاب الحاكمة بالحفاظ على الوضع القائم وعدم إصدار عفو عام، خاصة في ظرف كظرف الذي نعيشه اليوم في وباء كورونا؟ بالتأكيد هؤلاء لا تنظر إلى 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 المشكلة في هذه الحكومة، هي لا تنظر للمواطن العراقي بأنه مواطن عراقي، هي تنظر إلى العراق، وكلهم قالوا وصرحوا بذلك بأن العراق هو عبارة عن كعكة بالنسبة لهم. كيف يتقاسمون النفوذ، كيف يتقاسمون المال؟ ولو كان هناك حرصا مهما يكن هذا المعتقل، سواء إذا كان مذنبا أو كان غير مذنب، فيجب أن تتوفر له الحقوق الإنسانية، الحق الإنساني. هذا ليس منة من أحد، وإنما هذا كفله كل القوانين، أن هذا الرجل يجب أن يتمتع بالحقوق التي نص القانون عليها، لكن هو يحرم حتى من الحقوق التي هم شرعوا هذه الحقوق. فبالتالي نجد هناك منهجا من الحكومة وكل الجهات الأخرى في النيل من هؤلاء. شكرا جزيلا لكم مساعد الأمين العام في هيئة علماء المسلمين للشؤون العامة دكتور يحيى طائي، كنت معنا عبر الهاتف.